عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب جميع المشاهدين والمستمعين في حلقة جديدة من برنامج قطر في أسبوع، والذي نسلط فيه الضوء على ما فاتكم من فعاليات وأنشطة وأحداث مهمة رصدتها لكم عدسة قناة الريان، كما ستتعرفون على ملخص عام لأجندة الأسبوع المقبل. الأسبوع الماضي شهد العديد من الفعاليات واللقاءات المهمة والبارزة على صعيد دولتنا قطر، وأيضا على الصعيد الإقليمي والعالمي. ونبدأ من يوم الجمعة الماضي، حيث استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الجمعة الماضية بفندق مونتاج بمدينة لوس أنجلوس الطلبة القطريين الدارسين بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رحب سموه في بداية المقابلة بالطلبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، وداعيا إياهم إلى الجد والمثابرة في تحصيل العلم واكتساب المعرفة وتنمية الخبرات والمهارات. وقد أعرب الطلبة عن سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لسمو الأمير بهذا اللقاء، وأكدوا لسموه عزمهم على الجد في طلب العلم وبذل كل ما في وسعهم لخدمة هذا الوطن. ومن الولايات المتحدة الأمريكية عاد منتخب القفز المظلي التابع للقوات المسلحة القطرية إلى أرض الوطن بعد أن تمكن من تحقيق إنجاز عالمي بفوزه بميداليتين ذهبية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة العالم للقفز المظلي في أمريكا، وقد كان استقبالا حافلا. استقبال حافل شهده مطار حمد الدولي احتفاء بعودة أبطال منتخب القفز المظلي التابع للقوات المسلحة قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية محملين بذهبية وبرونزية بعد تحقيقهم إنجازا عالميا في منافستين من بين خمس منافسات شارك فيها منتخبنا للقفز المظلي خلال بطولة العالم رقم 17 المقامة في ولاية شيكاغو. وكان فريق تشابك المظلات قد نجح في الفوز بالمركز الأول ونيل الميدالية الذهبية بعد أن تمكن من تحطيم الرقم العالمي مرتين متتاليتين، متفوقاً على الفريق الفرنسي الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء المنتخب الروسي بالمركز الثالث. وفي مسابقة روتيرن جاء ثماني تشابك المظلات في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بعد منافسات قوية. وجاء هذا الإنجاز الوطني في بطولة شارك فيها منتخبات 37 دولة من مختلف أنحاء العالم. مبادرة حاسين فيكم مبادرة نظمتها جمعية قطر الخيرية يوم السبت الماضي، وذلك بمشاركة عدد من الشباب، والتي تستهدف هذه المبادرة من الأساس العمال، وهذا تقديرا لجهودهم التي يبذلونها في بناء هذا الوطن. أما يوم الأحد الماضي فقد شهد احتفال لشركة سكك الحديد القطرية الريل بانتهاء أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة في الجانب الجنوبي من الخط الأحمر بمحطة مطار حمد الدولي. وقد جرى هذا الحدث بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في شركة الريل. وقد أكد سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام. الآن نستطيع أن نقول أن أنجز 50% بالضبط من مراحل المشروع، انتهت جميع الأنفاق بحفظ الله ورعاية الحمد لله وبأمان، اجتزنا هذه المرحلة والآن نبدأ مرحلة جديدة من تأثيث المحطات. لا شك أنك شفت في بداية الحدث أن ما يثلج الصدر أن 70% ما يقارب من عقود الترسية التي قامت بها بناء على التوجيهات السديدة من معالي رئيس مجلس الوزراء عقود محلية، أو خلينا نقول ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي لأنها ساب كونتراكت أو مقاولين بالباطن أو مواد أولية من دولة قطر. أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية موسعة على الأغذية تحت شعار سلامتكم أهم أولوياتنا، وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع تسرب أي من المنتجات غير المطابقة للشروط الصحية والتشديد على محاسبة المخالفين.
ونبقى في فعاليات يوم الأحد، حيث احتفلت شركة سيمنز بوصول التوربين الغازي رقم 1000 من إنتاج الشركة إلى محطة أم الحول للطاقة، والتي ستوفر حوالي ربع قدرة توليد الكهرباء في قطر عند اكتمالها. وأما يوم الأثنين فقد عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اللقاء التعريفي العام لجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة لسنة 2017، وذلك بفندق شرق. واستهدف اللقاء المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية والجمهور العام وأصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة. التميز والتنافس سمتان بارزتان لكشف الإبداع وتحفيز القدرات وشحذ الهمم، هذا ما أكد عليه اللقاء التعريفي العام لجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة 2017. وشمل اللقاء التعريفي للجائزة ورشات تعريفية وتدريبية بكل فئة من فئات جائزة التميز العلمي الثماني. الدعوة وجهت إلى جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة لحضور هذا اللقاء التعريفي، وأيضا بكرة وبعد بكرة راح تكون عندنا لقاءات وورش تدريبية متخصصة خاصة بكل فئة. يعني احنا عندنا 8 فئات للجائزة، فكل فئة راح يكون لها ورشة تدريبية خاصة فيها راح يقدمها رئيس لجنة التحكيم لهذه الجائزة. 10 سنوات من العطاء أدت خلالها الجائزة دوراً مهماً في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، ذكرى ستحتفي بها وزارة التعليم والتعليم العالي وتعد لها برنامجاً خاصاً. ونبقى ضمن فعاليات يوم الأثنين، فتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نظمت وزارة الصحة العامة منتدى قادة السكري بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والسكري على مستوى العالم. ويهدف هذا المنتدى الذي أقيم على مدار يومين إلى مناقشة أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها، كما يذكر أن المنتدى كان تحت شعار لنعمل ضد السكري. ويوم الأثنين أيضا نظم مركز شباب الذخيرة مسابقة قناص لبرثة، والتي تستمر إلى 1 ديسمبر المقبل، وهي ضمن الأنشطة التحضيرية للنسخة الرابعة لمهرجان لبرثة التراثي والذي سينطلق في 23 ديسمبر المقبل. ويتم التسجيل للمسابقة في مركز شباب الذخيرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية. دشنا مطاف في مقهى 999 والذي يتيح الفرصة أمام الزوار للالتقاء بالفنانين الشباب والاطلاع على أهم أعمالهم الفنية. والمقهى المصغر على شكل سيارة إطفاء وتم تسميته 999 نسبة لرقم خدمات الطوارئ في وزارة الداخلية. ومن الفعاليات البارزة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي تلك التي اتسمت بطابع خدماتي جديد، حيث افتتح العميد محمد سعد الخرجي مدير العام للإدارة العامة للمرور ورشة تصنيع اللوحات المرورية الجديدة بطريق الصناعية الرئيسي. افتتحت الإدارة العامة للمرور رسميا ورشة لتصنيع لوحات السيارات في المنطقة الصناعية. مدير عام الإدارة العامة للمرور اطلع برفقة عدد من ضباط الداخلية على الإجراءات المتبعة في الورشة الجديدة. هذه إن شاء الله إضافة لوزارة الداخلية لتسهيل أيضا وتسهيل الإجراءات. كنا في السابق في مدينة خليفة، حاليا انتقلنا في مثل هذا المكان الفسيح. أنا أتوقع يمكن هو الأكبر حتى في المنطقة. مثل بتلاحظون إن شاء الله الحين في حالة استبدال اللوحات، ما في داعي أن الواحد ينزل من سيارته بيتم إنهاء الإجراءات وداخل المركبة، ما في داعي للعملية الورقية، بيكون من خلال كل الإجراءات بتكون آلية. تم تخفيض الوقت، يعني يمكن السابق اللي كان بيتعامل مع كان بياخذ حوالي 35 دقيقة، إذا كانت أمورك طيبة في أقل من 7-5 دقائق تكون إن شاء الله مخلص من هذا الموقع. في أكثر من مسار، في سيارات لسيارات النقل وفي سيارات للسيارات الخصوصي. الورشة تنتج 2000 لوحة في اليوم بمعدل لوحة كل 7 دقائق، فالورشة مزودة بماكينات تصنيع ذكية حديثة الصنع، ويضم المقر الجديد 4 مسارات كل منها يستوعب نحو 10 سيارات.
أما يوم الثلاثاء فشهد قمة الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016 تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والتي أقيمت على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة. وقد أكد المشاركون أن الاستثمار في القطاع السياحي يتجاوز التريليون دولار، كما أن استضافة قطر لمونديال 2022 سيفتح آفاقا واعدة لنمو القطاع السياحي. ونبقى مع يوم الثلاثاء وفي الشأن الاجتماعي، وضمن إطار نشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، تم تنظيم ورشة تدريبية عن أهمية الدمج الرياضي الاجتماعي في الأندية والمؤسسات الشبابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. انطلاقا من سياسة مبادرة بيست باديز قطر، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول نشر ثقافة الدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، نظمت المبادرة ورشة تدريبية بعنوان أهمية الدمج الرياضي في الأندية والمؤسسات الشبابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الورشة هي الورشة الأولى، وستكون هناك سلسلة من الورش التدريبية الأخرى، والورشة طبعا فيها جانب نظري وجانب عملي. ولقد شملت الورشة على ساعات تدريبية نظرية وعملية، تم من خلالها استعراض عدة محاور أساسية، منها أهمية الرياضة في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة ومدى مساهمتها في تحقيق الدمج الاجتماعي. نذهب بكم الآن إلى أبرز ما شهده يوم الأربعاء من أنشطة، حيث نظم معهد قطر للمالية العامة ورشة بعنوان استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام والتحديات والفرص المتاحة. بمشاركة عدد من الطلاب القطريين، افتتحت متاحف مشيرب معرض شيء عجيب في بيت الشركة، وهو المعرض الذي يقام للعام الثاني على التوالي، حيث يسرد هذا البيت قصص الرواد القطريين الذين عملوا بكد ونشاط في حقول النفط قديما، وكانوا أول من ساهم في إحداث تحول حاسم في مسيرة نمو قطر خلال فترة اكتشاف النفط. وأيضا يوم الأربعاء هناك يوم عالمي للوصول الشامل للمعلومات، حيث أقيمت فعالية بهذه المناسبة في مؤسسة قطر، وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي في مجال الوصول الشامل للمعلومات من خلال الحفاظ على المعرفة والتراث الوثائقي في قطر. يوم الخميس كان اليوم الافتتاحي للبيرق أنا باحث في دورته 12، حيث تم تعريف الطلاب بالبرنامج، وقام عدد من الأساتذة بشرح أبحاثهم لإتاحة حرية الاختيار للطلاب. يهدف مسار أنا باحث إلى إكساب طلبة المدارس الثانوية العامة مهارة بحثية جديدة من خلال تشجيعهم على ابتكار مبادرات علمية خلاقة وبحوث تطبيقية شاملة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ملخص أحوال الطقس الأسبوع الماضي وأبرز توقعات الأسبوع المقبل نتعرف عليها مع المتنبئ بالأرصاد الجوية فاطمة اليافعي. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، ولو تعطينا فكرة عن أحوال الجو. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، شهدت الدولة في الأسبوع الماضي حالة لتشكل الضباب يوم الأربعاء الموافق 28/9/2016، حيث انعدمت الرؤية في كل من طريق رويس وطريق طهان والخور والغويرية والجنيلية، وتأثرت فيما بعد البلاد بامتداد لمرتفع جوي من شمال غرب السعودية مصحوب برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، أدت إلى إثارة الغبار، وعليها أصدرت تحذير على الساحل يومي الخميس والجمعة برياح قوية ورؤية أفقية متزنية، ويكون الطقس بشكل عام لهذا الأسبوع حار نسبيا نهارا، ويبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة عن الأيام السابقة لتكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة في شهر أكتوبر، لتتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية في مدينة الدوحة، فأكثر من ذلك بقليل في المناطق الوسطى. هذا والعلم عند الله، مع تحيات مكتب التنبؤات والتحاليل الجوية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
عن أبرز حدث للأسبوع الماضي المتعلق بالريل سيكون لنا لقاء خاص، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. حياكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، وكما ذكرنا في أنشطة الأحد الماضي تم الإعلان عن انتهاء العمل من حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة، ومعنا الآن المهندس حمد إبراهيم البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الريل. يا هلا مرحبا فيك أستاذ، أين وصل إنجاز المشروع وما هو الموعد المتوقع لبدء التشغيل؟ بعد الانتهاء من جميع أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة المرحلة الأولى، وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 50%، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في مشروع مترو الدوحة المرحلة الأولى في سنة 2020 بإذن الله. احنا في شركة الريل نشعر بالفخر والفرح لانتهائنا من جميع أعمال حفر الأنفاق قبل الموعد المحدد لذلك بثلاث شهور، رغم جميع الصعوبات التي واجهت فريق العمل في الشركة والقائم على هذا الإنجاز. نعم، كيف كان سير العمل خلال مرحلة حفر الأنفاق، خصوصا بما أنها تمت دون إزعاج ومن دون إغلاق لأي من الشوارع؟ الفضل في ذلك يرجع من البداية إلى عملية اختيار الأراضي اللي راح من خلالها تبدأ عملية الحفر، أو من خلالها في هذه الأراضي نزلنا آلات الحفر. جميع هذه الأراضي حاولنا أنها تكون خارج شوارع مدينة الدوحة حتى لا تؤثر سلبيا على حركة المرور، وبعد ذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية حددنا أوقات دخول الكتل الخرسانية إلى المشروع وخروج متبقي الحفر من المشروع. حددنا هذه الأوقات أن تكون في خارج أوقات الذروة، وهي تقريبا كانت يوميا من 10 و11 ليل بالليل إلى الساعة 5 فجرا، وبذلك استطعنا إنجاز هذا المشروع أو إنجاز جميع الأنفاق في مشروع مترو الدوحة المرحلة الأولى بأدنى تأثير ممكن على انسيابية حركة المرور داخل مدينة الدوحة. نعم أستاذ، الجدير بالذكر أن الريل حققت إنجاز بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حدثنا عن هذا الموضوع. هو وجود 21 آلة حفر في مشروع الريل واحد من الأسباب الرئيسية لهذا الإنجاز. نجحنا في مشروع الريل دخول كتاب جينيس للأرقام القياسية، وذلك لأننا استطعنا أن نشغل 21 آلة حفر في نفس المشروع في نفس المدينة في نفس الوقت، وهذا إنجاز لم يتحقق على مستوى العالم بفضل الله. نشكر المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الريل. شكرا لك. والآن أجندة هذا الأسبوع والتي نبدأها بيوم السبت، ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرا تحت عنوان الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، والذي يعقد من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري. ويوم الأحد الثاني من أكتوبر يصادف اليوم الدولي للاعنف، وبهذه المناسبة ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي فعالية بفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، وذلك للتأكيد على أهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم. تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ورشة عمل الخط العربي الديواني، وذلك يوميا من الساعة 5 إلى 7 مساء ابتداء من يوم الأحد 2 أكتوبر ولغاية 4 أكتوبر. تستهدف المبتدئين من كلا الجنسين من سن 15 فما فوق. ويوم الثلاثاء المقبل ينظم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات معرض الدوحة الأول للصحة واللياقة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيزها بين المواطنين والمقيمين ودعم سوق اللياقة وأساليب الحياة الصحية في قطر، ويستمر من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري. أعلنت وزارة الصحة العامة عن الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة، وذلك في مؤتمر صحفي حضره عدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية.
تحت إشراف وزارة الصحة العامة وبمشاركة مؤسسة حمد الطبية، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال مؤتمر صحفي حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة في 7 أكتوبر القادم وحتى 14 نوفمبر. تبين لنا خلال الفترة السابقة قمنا بعمل تحليل لجميع الحالات التي تم تسجيلها في دولة قطر منذ العام 2010 لغاية اليوم. هناك 618 حالة حصبة مؤكدة في الدولة. هذا المرض هو شديد العدوى، يعني حالة الإصابة الواحدة ممكن تؤدي إلى إصابة 18 شخص من المخالطين إذا كان هؤلاء المخالطين لم يحصلوا على الوقاية، ومثل ما ذكرنا هي أفضل طرق الوقاية هي الحصول على التطعيم. الحملة تركز على الفئات العمرية من عمر عام وحتى عمر 13، وذلك تماشيا مع سياسات منظمة الصحة العالمية مع التركيز على رفع الوعي لدى السكان بأهمية أن يستكمل الطفل جرعات اللقاحات المقررة له. ما زال في عندنا حالات من الحصبة في دولة قطر، وعشان كذي احنا قاعدين نسوي هالحملة لأن نبغى أن نقضي على مرض الحصبة في الدولة تماشيا مع مخطط منظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض الحصبة في العالم. يشار إلى أن مرض الحصبة هو عبارة عن فيروس شديد العدوى يصيب الغشاء المخاطي وينتقل بعد ذلك إلى باقي أجزاء الجسم وينتشر عن طريق السعال أو العطس أو مخالطة شخص موبوء عن كثب، وتأتي الحملة المعلنة بمشاركة كافة القطاعات والمراكز الصحية على مستوى الدولة. أما يوم الأربعاء القادم فيقوم الهلال الأحمر القطري بتقديم هدايا لعمال سوق واقف، وذلك ضمن حملة إحنا وياكم. جاءت هذه المبادرة تماشيا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، ويشهد يوم الخميس فعالية تحت شعار بقلوبنا نرعاكم، وذلك ضمن مهرجان اليوم العالمي للمسنين لعام 2016 والذي ينظمه مركز تمكين ورعاية كبار السن. الفعاليات تبدأ من الساعة 5 وحتى 8:30 مساء في حديقة أسباير. ويوم الخميس ينظم قسم الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الثالث للطب الباطني لسنة 2016، وذلك على مدار 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول دورة الدراسات العليا وعشر حلقات عمل متوازية، بينما تقام فعاليات المؤتمر العلمي خلال اليومين الآخرين بفندق شيراتون الدوحة. معدلات الحرارة في انخفاض، هذا ما لمسناه في يومياتنا، ماذا تقول نشرة الأرصاد في هذا الخصوص؟ وصلنا إلى ختام حصاد أبرز الأخبار من برنامج قطر في أسبوع. يمكنكم التفاعل معنا عبر هاشتاغ برنامج قطر في أسبوع. نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.